يقول: إذا كان الإمام يبدأ في القراءة بعد التكبير مباشرة، فهل نأتي بدعاء الاستفتاح أم ننصت للقراءة؟ دعاء الاستفتاح سنة، ما هو ليس واجبا، فإن أتيت به فلا بأس والإمام يقرأ، لأن الفقهاء يقول ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر به إمامه، لأن الإمام لا يتحمل عنك الاستفتاح والاستعاذة، وإنما يتحمل عنك قراءة الفاتحة، فإذا استفتحت واستعذت فلا بأس، ولكن لا تجهر بصوتك وتشوش على الناس، استفتح وتعوذ من الشيطان سرا، لا ترفع صوتك بذلك. نعم.